السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم وليد من قناة بيكسل بي جي. فيديو إن شاء الله سيكون على إيميليتر البلاي ستيشن 2 باسم إيتر أس إكس. لمن لم يرى الجزء الأول صديقي، تجد الجزء الأول للفيديو هنا لطريقة وضع الإعدادات وطريقة تثبيت المحاكي نفسه. الآن سوف نتحدث الفيديو عن طريقة ضغط الألعاب من صيغة إيزو بتكون بحجم أكبر إلى صيغة أقل تكون باسم او فورما سي اش دي، بحيث تصبح لعبه صغيره وتعطيك مساحه افضل للهاتف لاضافه العاب اخرى وبعض الاعدادات التي تساعدك في العاب اخرى وبعض الشروحات. لذا لا اعطي لكم اكثر من هذا، لا تنسوا الاعمال في القناه ومشاهده ممتعه. لنبتدي مع الفيديو. بداية مع لعبة جاك 3، لأنها تأخذ قوة في الهاتف لأنها open world وعندها عدة أمورات تجعل الهاتف أكيد بطيء. الفكرة هنا يا صديقي وهما الإعدادات الصحيحة. كما رأيتم في الفيديو السابق الإعدادات الصحيحة التي وضعتها، اتبعوها تماما. تجد الفيديو السابق في صندوق الشرح يا أخي، تبع وتجد الإعدادات. ضحى نفسي تماما. الشيء اللي سوف أذكره هنا وهو لما تفتح الواجهة البرنامج عندك هنا السيتينج بحيث المسنن، وهذه المنطقة مخصصة للإعدادات الكاملة للألعاب، بحيث لو وضعت هذه الإعدادات سوف تعمل مع جميع الألعاب. أما لو تذهب إلى الدائرة البيضاء التي فيها حرف I، هنا إعدادات اللعبة فقط، بحيث تستطيع الدخول فقط إلى اللعبة. الإعدادات يا أخي هنا نفسها نفس هنا في الخارج في الواجهة الأولى للبرنامج كما ترى في جهة اليمين صديقي. عندك لو ذهبت إلى السيتينج وهي إعدادات العامة للألعاب جميعا، لكن لو تبقى ضاغط على اللعبة مطولا وتضغط على Game Property، هنا يأخذك إلى إعدادات اللعبة فقط. وهذا الأمر وين أنت حيفيدك؟ الأمر يا صديقي حيفيدك في من لعبة إلى أخرى، لأن ليست جميع الألعاب تعمل بكفاءة جيدة، فبعضها بها مشاكل. نوضح جيدا، تبع معي يا صديقي. نذهب إلى واجهة البرنامج، نذهب إلى منطقة اللعبة فقط وحدها، نذهب إلى System Setting يا صديقي. أربع الاختيارات الأولى يا صديقي وهي إعدادات مجهزة. الأولى تكون إعدادات عادية أي جيدة في الوسط، الثانية وهي إعدادات ضعيفة لكي يصبح هاتفك سريع في الاستخدام. الرقم الثالثة وهي كما ترى Copy Setting، وهي نسخ الإعدادات العامة التي تكون وضعها أنت على اللعبة مباشرة. أما Clear Setting وهي حذف الإعدادات الخاصة باللعبة. يا صديقي أنا المشكلة اللي كان عندي أني كنت وضعها سابقا على خفض جميع الإعدادات لكي تصبح اللعبة سريعة، لكن كما ترى الشخصية سوداء ولما تخرج خارجا إلى منطقة الصحراء أكيد ستكون سوداء. إذا أنت ما عليك فقط العودة إلى الإعدادات الخاصة باللعبة، تضغط على Clear وسوف أعملها كوبي وأنسخ الإعدادات العامة. كما ترى تصبح اللعبة جيدا، لكن كما ترى الظل ليس جيد وهو بسبب الفولكون. لما أكون وضع على ريندرينج الخاص بالفولكون يحدث هذه المشكلة الظل. لو وضعنا على أوبن جير يتصلح، وهذا الأمر ليس ينطبق على جميع الألعاب. بعض الألعاب جيدة في الفولكون وليست جيدة في الأوبن جير، تختلف أصدقي. وسوف أشرح بعض النقاط التي يحتاجها أنت في هاتفك لو حالت كان عندك ضعيف أو ناقص. يا صديقي أول شيء رأيت في بعض الفيديوهات أنهم يذهبون إلى سرعة البرنامج ويزيدون السرعة في حالة كان هاتفك ضعيف، وهذا يا صديقي خطأ تماما، لأن السرعة لا تغيرها أبدا، أتركها عادي 100 على 100 هي السرعة العادية، لأنك لو سرعتها أكيد حيعطيك سرعة، لكن على حسب اللعبة، المنطقة التي تكون فيها في اللعبة لو كانت تحتاج جرافيك بقوة هيعمل لك جهازك بطيء، لو سرعت السرعة أكيد حتولي أسرع، لكن لو ذهبت إلى منطقة تكون بها جرافيك أقل سوف تصبح اللعبة سريعة جدا، وهذا خطأ يا صديقي تماما، لا تستخدم هذا الأمر. الأمور اللي أنصحك بها أنت لتساعدك في سرعة الهاتف وهي تخفيض بعض الإعدادات. على سبيل المثال في إعدادات اللعبة نذهب إلى جرافيك. أول شيء يا صديقي أنت غير من الفولكون وغير من أوبل جيل وانظر في حالة لو كانت عندك استجابة جيدة. ثانيا وهي الريزولوشن، أكيد الريزولوشن حتى تعطيك بطء شنيع لو أعطيتها زيادة أكثر. إذا أنت جرب في حالة فوا 2 انظر، وفي حالة وجدت أن رقم 2 قوية أعمل على رقم 1 بحيث تصبح الريزولوشن أضعف وإن شاء الله تعطيك سرعة جيدة. في حال لم تعمل مع كلا الطريقتين، هنا يا صديقي سوف تذهب إلى السيستم سيديك وتنزل عندك هنا يا صديقي الاختيار، هذا اختيار تردد المعالج. في حالة لو كانت اللعبة قوية وتعمل لك بطء أنت هنا أخفض سرعة المعالج. وأما سرعة تخطي المعالج هنا يا صديقي أنت تضيفها، زيدها، يعني زيدها،
يعني أنت جرب وسوف ترى الاستجابة في حالة عندك في الهاتف على حسب كل هاتف. إذا أنا هذه الاستجابات الجيدة التي أستطيع اللعب بها في لعبة جاك 3، وإن شاء الله كل لعبة ولها إعدادات خاصة. لذا يا صديقي لن تجد في الواحد يعطيك إعدادات شاملة أو كاملة لجميع الألعاب، مستحيل. لازم أنت تجرب عندك وعلى حسب هاتفك وترى إعدادات إن شاء الله التي تساعدك. أما الإعدادات العامة فقد وضعتها كما أعيد وأخبركم وضعتها في الفيديو السابق، تجدونه في أسفل في صندوق الشرح، اتبع عليه لكي تستطيع فهمي جيدا. والآن يا صديقي سوف نتحدث على ألعاب البلاي ستيشن 2. كما ترى يا صديقي فإني ألعب حاليا لعبة Shadow of the Colossus على صيغة مختلفة، ليست بصيغة EA. كما نعلم أن جميع المواقع التي تحمل منها الألعاب دائما تعطيك الصيغة الاعتيادية وهي صيغة ISO، لكن موجودة طريقة بالحاسوب تستطيع تحويل اللعبة من صيغة ESO إلى صيغة CHD التي ألعب بها حاليا الآن. كما ترى فإن استجابتها سريعة، نفسها نفس صيغة ISO، لكن شيء يميزها وهي حجمها يا صديقي، بحيث من حجم ESO ألعاب بحجم 4.6 جيجا هيرز تجعلها بهذه الصيغة إلى ألعاب على الأقل مرات 2.6 جيجا هيرز، بحيث تعطيك مساحة أفضل بكثير. لذا الآن سوف نريكم طريقة تحويل الألعاب أو الصيغة هذه إلى صيغة CHD عبر الحاسوب. لذا سوف ننطلق إلى الحاسوب معا. وبدايتنا ستكون مع الحاسوب أكيد لطريقة تحويل من صيغة ألعاب صيغة ESO إلى CHD. أول شيء يا صديقي أنت تجد في صندوق الشرح رابط لملف، حمله وفك الضغط وضعه في المنطقة التي تريد. سوف تجد فيه ملفان، ملف CHD مان، لكن هذا يا صديقي لا تدخله مباشرة، وتجد ملف الأوامر الذي هو هذا. وضعت لك هنا أوامر كما ترى من تحويل إلى ISO، من ISO إلى CHD، أو من GDE إلى CHD، أو من CEE إلى CHD. عندك هنا ثلاث أنواع من الكوموند هي اللي تحول بها. أنت ما عليك فقط تغير كلمة game بكلمة لعبة التي تريد تحويلها، ونفس الشيء هنا تحول الكلمة game بالاسم الذي تريد تحويله بعد عملية تحويل إلى CHD. كمثال ها هو أعطيتكم مثال هنا في لعبة جاك 3، كما ترى من ISO وحولت النسخة CHD سميتها هي أيضا جاك 3. الآن احنا ما عليك الآن بتقوم به هو أنك هذا الملف تعبيه أو تملأه باللعبة التي تريد أن تحويلها. نأخذ على سبيل المثال لعبة بلاك 3، سوف نضعها هنا لكي نوضح الأمر. طيب لكي ترى اللعبة بحجم 3 جيجا و 827 ميجا بايت، يعني حجم قريب ل 4 جيجا. هذا اللعبة ما علينا الآن سوف نفعله، نعود إلى الكوموند كي أريكم اللعبة على صيغة ISO. الآن نحن سوف نعمل كابي لهذا الأمر، نعمل عليه التعديلات، نتركه هنا بس. الآن ما عليك فقط بنسخ اسم اللعبة، نعمل له أين هو نسخ اسم اللعبة Name، نعمل كابي لاسم اللعبة كابي. الآن أنت تحول هنا كلمة game باسم اللعبة بس، وهنا تعطيه أي اسم أنت تريد، لأن بعد التحويل سوف يسميه الاسم الذي أنت تريده. احنا سوف نتركه هو أيضا بلاك لكي تظهر بلاك على صيغة CHD. الآن هذا هو الأمر، بحيث نحول لعبة بلاك التي هي بصيغة ESO إلى لعبة نسموها بلاك بصيغة CHD. عملوا كابي لهذا الأمر. الآن البرنامج، طريقة الدخول للبرنامج، سوف تعود لهذا الملف. أنت هنا ما عليك فقط لا تدخل إلى البرنامج مباشرة، لا يشتغل معك على هذه الطريقة، بل تضغط على المسعى أو الباث هنا وتكتب CMD وتضغط على Enter لكي يفتح معك برنامج الأوامر CMD. هنا يا صديقي تعمل نسخ للكوموند الذي كتبناه قبل، وهو CHD man created CD كما ترى. الآن هنا بلاك سميناها بلاك التي هي من ISO، وتستطيع لو كانت عندك لعبة على صيغة أخرى أكيد حتحول كلمة ISO بالصيغة التي عندك واسم الملف الذي عندك وتحول إلى CHD. والآن نضغط على Enter، والآن عملية الضغط سوف بحيث يحول صيغة الملف الISO لعبة بلاك التي هي بصيغة ISO إلى ملف آخر باسم بلاك على صيغة CHD. هنا عملية الضغط سوف تختلف من حاسوب إلى آخر، من عنده حاسوب قوي أكيد ستكون العملية سريعة، أو من عنده حاسوب مثل حالتي ضعيف ينتظر مدة طويلة، لكن
ننتظر ونرى نهاية الضغط كم تعطينا. والآن كما ترى انتهت عملية الضغط بحيث حجم اللعبة على الحجم الطبيعي فقط ب 25.5%، أي 74.5 وهي نسبة الضغط للعبة. لنرى كم أصبحت حاليا بعد الضغط. كما ترى ها هي لعبة بلاك التي صيغت إيزو بحجم 3.827 ميجا، أصبحت إلى 1.168 بحيث كما ترى الضغط كمية كبيرة أكثر من 2 جيجا. لكن لا ينطبق هذا الأمر على جميع الألعاب، كل لعبة وكم حجم الضغط، مرات لا تضغط بكثرة، المهم هي تضغط لكن لا تضغط بكثرة في بعض الألعاب، وبعض الألعاب كما ترى لعبة بلاك تضغط بكثرة. أنت تفيدك 2 جيجا فراغ، تفيدك وضع لعبة أخرى أصلا، يعني الطريقة إن شاء الله تفيدك. سوف نرى الآن الاختلاف ما بين البلاك والألعاب الأخرى كم الضغط لكي تفهمني جيدا. سوف نفتح ملف الإيزو به ألعاب فقط إيزو كي ترى جيدا، ونفتح ملف CHD بحيث قمت بضغط هذه الألعاب كلها ونرى الاختلافات بينها. كما ترى يا صديقي هنا عندك الحجم للعبة، لعبة بلاك كما ترى من 3.8 إلى 1. بعض الألعاب لا تضغط بكثرة كما ترى هنا ضغطت ب 200 ميجا، في الجود فور ضغطت ب 2 جيجا، عندك ألعاب ضغطت أخرى هي أيضا ب 2 جيجا مثل جاك 3 هي أيضا 2 جيجا، يعني كل لعبة وكم تضغط، النسبة تختلف من لعبة إلى أخرى. أنت المهم هذا الطريقة تفيدك، وأكيد أنت ملف اللعبة CHD انقله إلى المنطقة اللي عندك في الهاتف، المنطقة التي عامل الإيميليتر ليبحث عن الألعاب، يتعرف على صيغة CHD وتلعب بها عادي بدون مشاكل، مثلها مثل صيغة الإيزو من ناحية السرعة والاستجابة، ما عندك مشكل، تبقى على حسب هاتفك وقوته لتحمل اللعبة وهذا الشيء تبقى على الهاتف. لكن من ناحية لعبة CHD نفسها على صيغة الإيزو تلعب بنفس المؤهلات والسرعة وكل شيء متشابه. إن شاء الله تكون فادتكم هذه الطريقة لزيادة نسبة الألعاب في هاتفك. وإلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو مع طريقة ضغط ألعاب أو الرومات PlayStation 2 التي تستطيع تحميلها من جميع المواقع أو الصيغ العادية وتحويلها إلى صيغة CHD التي هي ذات حجم أقل لتعطيك مساحة أفضل في الهاتف لدعمه أو تزويده بألعاب أخرى أكثر. والإعدادات إن شاء الله تكون استفدتم من الإعدادات ليستطيع كل واحد فيكم تحويل أو تغيير الإعدادات على حسب الهاتف الذي عنده وعلى حسب اللعبة التي عنده لتعطيك فريمات أفضل. ووصلنا إلى نهاية الفيديو، كالعادة كان معكم وليد من قناة بيكسل بيجي، نراكم إن شاء الله في حلقة أخرى ومعلومات أخرى، وإلى اللقاء. Peace.